عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اتكلمت في الفيديو سابق عن الاكتئاب وأسبابه وأعراضه. دلوقتي أكلمكم على علاج الاكتئاب النفسي. طبعا زي ما قلت في الأسباب، بنشوف الأسباب وبنعالجها. فالاسباب لما بنقعد مع المريض وبنكلمه نعرف ايه الاسباب، نبدا نحل الاسباب اللي ادت الى الاكتئاب النفسي. فمثلا اول حاجه الاسباب البيولوجيه، فطبعا الطبيب المفروض بيكشف على على المريض وبيستبعد اي اسباب بيولوجيه او عضويه مسببه الاكتئاب زي ما ذكرتها في الفيديو اللي فات. كمثال مثلا يكون عنده المريض اضطراب في الغدد الصماء زي الغدة الدرقية والغدة الكلوية، قد يكون عنده سرطان في أي مكان في الجسم أو في المخ، قد يكون عنده تعب في القلب أو في الرئة أو في الكلى أو في حاجات عضوية كتير، أو ألم في المفاصل أو روماتيزم أو حاجات تانية ممكن تسبب اكتئاب نفسي. فالمفروض الطبيب أول حاجة بيستبعد الأسباب العضوية، ولو في سبب عضوي بيعالجه، ولو عالجه الاكتئاب بيفك على طول. تاني حاجة الأسباب العلاج النفسي، طبعا الطبيب بيشوف الأسباب النفسية اللي وراء الاكتئاب. فممكن تكون الأسباب النفسية كان ممكن يكون الشخص مثلا عنده اضطراب في الشخصية، فدي اللي بتسبب له اكتئاب، فده بيبقى عايز علاج نفسي بحيث ان هو بيستبصر بحالته ويبدأ يزود دفاعاته النفسية ويفهم حالته كويس بحيث ان هو يبقى تفكيره سليم ويبدأ يتغلب على نوبات الاكتئاب اللي بتجيله. ممكن برضو من الأسباب النفسية ان الشخص ده ممكن بيبقى عنده بيجي له نوبات من الاكتئاب ومن الهوس اللي هي اللي هي الباي بولر. فبندي له علاج بحيث يمنع يبدا يثبت الحاله المزاجيه في المخ ويمنع نوبات الاكتئاب او الهوس، فبياخد يمشي على علاج باستمرار. طبعا العلاج النفسي بيبقى مهم جدا، لان الطبيب بيقعد مع العيان وبيسمعه، بيقعد بيحكي بحيث ان الدكتور بيسمعه وبيبدا يوجهه او يخليه مستبصر بحالته اكتر ويزود دفاعاته النفسيه، بحيث بيخليه يفكر اكثر بصوره ايجابيه ومش بصوره سوداويه زي كان بيفكر قبل كده. طبعا ده بيبقى العلاج النفسي بيبقى عباره عن جلسات مثلا بتبقى مرتين في الاسبوع او ثلاثه على حسب الوقت. وبيبدا يبدا نوع من من الكلام والتوجيه، وساعات بنشجع المريض اللي عنده اكتئاب ان هو يبقى يبقى اكثر نشاطا، يغير طريقه حياته في نمط حياته. مثلا لو هو مثلا زائد في الوزن يقلل وزنه شويه، لو هو مثلا كسول يبدا يلعب رياضه، يزود مثلا الناحيه الايمانيه شويه، يصلي او يتقرب من ربنا اكتر. فدي كلها بتعالج الاكتئاب. طبعا اخر حاجه بقى اللي هي العمليه اللي هي الاجتماعيات. طبعا الاجتماعيات ممكن تكون من اسباب في الاكتئاب النفسي. فالشخص اللي بيبقى عنده اكتئاب ممكن يكون عنده مشاكل اجتماعيه اللي ادت الى الاكتئاب. فلما المشاكل دي بتتحل على طول الاكتئاب بيفوق. هدي امثله هنا. طبعا دي بتبقى امثله مختلفه من شخص للتاني، ودي ما بتلمش جميع الاسباب. مثلا واحد عنده مشاكل